احنا معاك دلوقتي، احنا معانا زي ارجوي كده كنا بنخطفه ده بيومي معانا دلوقتي فنان. انا اصلا عارفه فعلا لو احنا سبنا الموضوع ممكن يقعد يكمل هيمل يعني. لا هو انا شايفه ده في عينيك قوي جدا. في واحد حبيبك قوي برضو كده حب يشاركنا ويقول لنا مبروك ويقول لك يعني ويسلم عليك، قول الو. الو يا عم بيومي، اهلا وسهلا. انا ابنك يا أسس. أسس زملكاوي كبير. يا أسس كل سنة وانت طيب. طيبين والف مبروك على القناة والف مبروك على البرامج الجديدة يا حبيبي. يا أسس حبيبي منورنا. خلصت البروفة؟ لسه مخلص حالا والله. هتعرض بكرة ولا بعده يا حبيبي؟ ان شاء الله يوم الخميس. يوم الخميس على خير. مسرح مبروك يا أسس. ربنا يخليك يا اخوان، مبروك عليكم. زملكاوي لطيف جدا. انا حاسه ان كل اصحابك زملكاويه. ده اغلبهم فعلا زملكاويه. بحبهم جدا بحبهم جدا. اسس كنت بتلعب كره ولا لا؟ اسس قول لي. ده لعيب جدا. انا شكله قول لي ايه، كنت لعيب كره؟ انا كنت بقف جون بس في الجون الصغير مش الجون الصغير. ايوه انهي جون؟ ما في جون الصغير واحنا صغيرين اللي هو الطوبتين، يا اما الجون اللي هاند بول الصغير. لا جون انا بعمله على قد انا حبيبي عم بيوم. بس حبيبي مش متعصب. مش متعصب يا اسقص شكلك برضو. لا خالص والله مش متعصب ابدا. لا. بالعكس والله العظيم، ده انا دايما اسال عم بيوم، انا الوحيد اللي مش متعصب. هم بيضايقوني كتير طبعا لان انجازات النادي الاهلي الحمد لله ما شاء الله، ولا بيتحسدوا ولا الله اكبر. الله اكبر. يا ساتر يا رب يا ساتر. الله اكبر. النهارده الخميس. الله اكبر طبعا. دايما والله بنتفرج وبنبقى واحد مبسوط لما بيلاقي في كوره حلوه، بغض النظر والله مين خد بطوله مين خد ايه اللي حصل، المهم يبقى في ماتش حلو ونستمتع بالكوره زي الدوري الانجليزي كده. صحيح. بنستمتع لحد اخر ماتش بفرق حتى لو لسه صاعده ان هم بيلعبوا كوره حلوه، وده اللي نفسي نوصل فيه في مصر يا رب يعني ان شاء الله. ان شاء الله. في اول التليفون كنت بتقول ابويا على الفنان بيومي فؤاد. وانتوا عملتوا في رمضان يعني دورين هايلين، يعني اتنين في الصندوق. صحيح. كان مكسر الدنيا. قول لي علاقتك بقى بالاستاذ بيومي فؤاد على المستوى الشخصي. لا على المستوى الشخصي والله لو قعدت اتكلم من هنا لبكره عن بيومي، من اوائل الناس اللي كانوا بيشوفونا في الجامعه ونتقابل بره ونخرج مع بعض ويدينا طاقه وامل ويحمسنا ويقول لنا ان انا عشت عمري كله قابلت كل الاشكال، ما تخلوش حد يحبطكم وهتكملوا وهتوصلوا. ده من زمان او من قبل ما نبدا في اي حاجه والله. داعم ليكوا يعني. داعم ليكوا يا اسس. والله الحمد الحمد لله ما عملنا المسلسل الاخير سوا، يعني احنا كنا طبعا لينا الشرف ان عم بيومي معانا وتعلمنا منه كتير، والمسلسل ده كان فيه تمثيل كمان دراما يعني. دي حقيقة كمان. بس فتعلمنا من عم بيومي حاجات كتير جدا جدا جدا، والحمد لله يعني احنا كنا مبسوطين جدا ان هو كان معانا. وبعدين انا ملاحظه ان اصحابك فعلا بيصغروك سنا، الموضوع ده يعني صح؟ يعني ما عندكش مشاكل ان انت تصاحب الاصغر منك والاكبر من، ما عندكش مشكله في الموضوع ده؟ احنا بنحب ان نصاحب الناس اللي كانت عايشه ايام اسماعيل ياسين. هم خبره في الشغل. فتحت عليا النار. انت فتحت عليا النار. لا مش عايزين نكبروا يا قصقص من فضلك. لا لا طبعا ده عظيم عم بيومي. في عمل هيجمعكم قريب؟ ان شاء الله. في؟ باذن الله يا رب. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هنخليه يقول لنا عليه بقى ان شاء الله. شكرا ليك يا اسس. شكرا ليك. وكلكم طيبين. وانت طيب يا رب. وانت طيب. انت تحلق دقنك لمكبرات دي والناس فاكرات كبير ليه. نكور.